النهارده هعلمك ازاي تمنتج زي يوتيوبرز ماينكرافت وفي اقصر مده حرفين. ده اقصر فيديو على اليوتيوب لتعليم مونتاج فيديوهات ماينكرافت. كمان هقولك على الاساسيات اللي انت لازم تعرفها عشان تبتدي المونتاج، وهقولك على بعض الملحوظات كده ما قلتهاش في فيديو. النهارده ان شاء الله يا شباب رجعت لليوتيوب، والنهارده يا شباب هعلمكم ازاي تعملوا فيديوهات جامده جدا وبمونتاج اسطوري جدا 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 وبسهوله جدا، وهعلمكم حرفيا حاجات كتير في المونتاج وفي اقصر وقت ممكن يا شباب. انتوا متخيلين يعني ده كله كده مش هياخد وقت كتير، يعني الفيديو ده هيكون اقصر فيديو تعليم مونتاج في ماينكرافت. يعني الفيديو ده حرفيا انت هتسمعه من هنا بعد كده تروح تصور فيديوهات وتفتح لك قناه يا باشا. انت متخيل يا باشا السهوله الاسطوريه بتاعه الفيديو ده؟ بس قبل ما نبدا الفيديو بس احط لايك واشتراك بس افعل زر الجرس. كمان ايه يا شباب رايكم في الميكروفون والسماعه شباب بتوعي؟ رجعوا انا شباب في السكن بتاعي، والله يا شباب كانوا موجودين زمان بس مش عارف ايه اللي ودهم فين يا شباب، والله اختفوا كده فجاه يعني. فبس المهم ان هم رجعوا تاني يعني يا شباب، وشكرا ليكوا على ال 100,000 مشترك. انا بجد مش مصدق لحد دلوقتي، انا لسه مصدوم. طب يا شباب انا كنت ساحب وانا اسف على السحبه، مع اننا وصلنا 112,000 مشترك وده يعني حاجه جدا جامده جدا يعني. طبعا لسه حافه ال 100,000 ظبط لها حاجات كتير جدا جدا جدا. ساحب بسبب حوار الدرع، لان الدرع فيه شويه مشاكل كده يعني مش راضي يجي وكده، ولكن باذن الله يعني المشاكل دي قربت تتحل وباذن الله الدرع هيجي يا شباب وهصور حفله وهتبقى حاجه جامده جدا جدا. فبس قبل ما نبدا الفيديو بس احط اللايك والاشتراك، وكمان يا شباب ما تنساش تنساش ايه، يلا يا باشا على الفيديو قبل ما الوقت يعدي كتير. يلا يلا يلا. طيب البدايه دي يا شباب هي واجهه البرنامج، وهي سهله وبسيطه جدا. اول ما بتفتحه بتضغط على ستارت نيو بروجكت، تفتح معاك البرنامج بالشكل الجامد ده. هنا انت تقدر تعدل في اللي انت عايزه يمين شمال براحتك كده بسهوله جدا. بتبدا تدوس هنا عشان تجيب الفيديو اللي انت عايزه. لنفترض ان انا اجيب الفيديو ده كده سريع سريع، هو ده الفيديو اللي انا هشتغل عليه. لو انت بتتكلم في الفيديو فهتسحب التكست كده وهتيجي هنا عند التكست، تقدر تعدل فيها تكتب اللي انت عايزه. مثلا بقول اهلا سهلا مثلا كده. بعد كده تقدر تختار الخط من هنا، مثلا عندك اي خط ورا انا اختار طيب وده. طيب لو جينا هنا نجيب اهي، اهي يا شباب التكست الاسطوريه بتاعتنا جامده جدا جدا، تقدر تحطها هنا زي ما انت شايف كده. طبعا تضيف لها اي انيميشن من الانيميشنز اللي فوق دول. طبعا يعني انا اخترت ده مثلا بشكل عشوائي جامد جدا. تقدر طبعا تلعب في سرعه الفيديو، تقدر توصلها لاكس 100 وبراحتك تبطئها برده لاكس 0.01. وعندك هنا السبيد رامبنج، والسبيد رامبنج دي حاجه جامده جدا اللي هي يا شباب تقدر تتحكم في مدى السرعه، يعني مثلا في البدايه تبقى سريع بعد كده ترجع تبقى بطيء بعد كده تبدا تبقى سريع تاني. فالموضوع ايزي جدا صراحه. اما بالنسبه للفيديو نفسه فانت عندك هنا مجموعه من الانيميشنز جامده جدا تقدر تخلي الفيديو يشتغل بيها. ولو عايز تقص الفيديو طبعا مفيش اسهل من قص الفيديو. لو انت حابب مثلا تقص الفيديو هتيجي عند اللقطه اللي انت حابب تقصها وتضغط كنترول بي في الكيبورد هتتقص معاك. تقدر تتمشي شويه كمان وتقص لقطه ثانيه عادي هتتقص معاك. تقدر تحذفها بصوره من ديليت في الكيبورد او من زرار الحذف اللي هنا. عندنا حاجه جامده جدا جدا وهي السبتايتلز، والسبتايتلز دي ترجمه حرفيا. لما بتدوس اوتو سبتايتل بيكتب لك الكلام على الفيديو حرفيا، او زي ما انتم شايفين كتب هلو عشان انا كنت كاتب هنا اهلا، فهو ترجم على طول اللي انا كنت بقوله في الفيديو. فحرفيا حاجه جامده جدا، مست الترجمه الاسطوريه دي بجد جامده جدا جدا جدا، ترجمه اوتوماتيك حرفيا. طبعا ما انساش حاجه من اهم الحاجات وهي الستوك ميديا. لو جينا هنا عند الميديا لايبراري هنلاقي عندنا ستيكرز مدعومه من جيفي، وعندنا هنا فيديوز مدعومه من بيكسابي، وعندنا هنا صور مدعومه من انسبلاش. واللي انتم مش تعرفوهم ان دول اكبر موسوعه للصور والفيديوهات في العالم حرفيا، عندنا جيفي وبيكسابي وان سبلاش هم افضل ثلاث موسوعات حرفيا للحاجات تستخدمها احنا كيوتيوبرز في المونتاج. فزي ما انتم شايفين حاجات كتير جدا هنا ممكن تستخدمها، والبرنامج فعلا سلس جدا. طبعا بالنسبه هنا فهو بيوفر لك موسيقى من غير كوبي رايت، وعندك هنا كمان شويه ساوند افكتس، مثلا ده صوت مطر، ده صوت ستريم، ده صوت مثلا عندكم رين فول، ده سقوط الامطار، صوت الزومبيز. عندكم هنا حاجات كتير تقدروا تستخدموها هو البرنامج بيوفرها لكم بسهوله جدا. عندنا هنا مجموعه من الترانزيشنز الجامده تقدر تحطها ما بين فيديوهين زي كده بالظبط، وتقدر تعدل عليها بكل سهوله، مثلا تخليها تبدا من بسرعه او تكون سريعه او بطيئه. الموضوع ايزي جدا زي ما انتم شايفين، الترانزيشن شكله جامد جدا. بصوا يا شباب والله شكله جامد جدا. ومن اهم الحاجات برضو ان انت تقدر تعدل على الكالر. وطبعا يا جدعان الكالر هنا انت بتعدل في كل حاجه، اضاءه الفيديو، الكونتراست دي تقدر تعليها او توطيها. طبعا يا شباب بستخدم ده لما اكون في عالم ماينكرافت والعالم مثلا باهت ولا حاجه، الموضوع طبعا بيبقى جامد جدا جدا. بصوا يا شباب هنا بتتحكموا في كل حاجه حرفيا يا شباب، فالموضوع بجد جامد جدا. عندنا هنا ميزه النويز دايركشن، لما تيجي تفعلها من هنا بتشيل لك الضوضاء اللي في الصوت، يعني انت مثلا لو جنبك مروحه او اي حاجه كل ده بيتشال بسهوله. وعندك هنا ممكن تغير صوتك حرفيا، هنا فويس تشينجر يعتبر بتغير صوتك للي انت عايزه. عندنا هنا ميزه اسمها السبيتش تو تكست، والسبيتش تو تكست دي يا شباب ميزه جامده جدا، لما بتضغط عليها بيخلي الكلام بتاعك يتكتب في صيغه نص. وعندك هنا كمان ميزه ان لو الفيديو مهزوز، يعني لو الفيديو ده عمال يتهز كده بالشكل ده تقدر تخليه ما يتهزش عن طريق ان انت تفعل الاختيار ده، يحمل معاك هنا شويه. لو الفيديو فيه هزه مثلا الهزه بتاعته هتبدا تثبت، وحرفيا هيبقى جامد جدا جدا
جدا، ودي حاجه من اجمد الحاجات اللي في البرنامج. بالنسبه للزوم ان والزوم اوت، لو انت عايز تعمل زوم ان في لقطه ما، فانت هتيجي مثلا عند الفيديو ده، انا بس عايز اعمل له كوبي، عايز اكرر الفيديو يا شباب ثانيه واحده. مثلا الفيديو ده انا عايز اعمل فيه زوم ان او زوم اوت، خليني بس يا شباب كده بسرعه بس اشيل التكست دول. عندنا هنا الفيديو ده لو عايز اعمل له زوم ان او زوم اوت عندي ميزتين. خلينا ندخل على كلمه كروب هنا، هتلاقي حاجه اسمها بان اند زوم. دلوقتي تقدر ان انت عندك هنا ليرين، لير الستار ده بدايه الزوم، ولير الاند دي نهايه الزوم. لو حطينا مثلا ان انا عايزه لما يبدا زوم ينتهي مثلا عند علامه الريكورد الحمراء. طيب زي ما انتم شايفين كده، بصوا الزوم ناعم ازاي يا شباب، الزوم سموث جدا 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 والله، بجد بجد من اجمد البرامج اللي بتعمل زوم عموما يعني. ومن اهم الميزات برضو لو رجعنا لبره هنا، هتلاقي يا شباب ان في هنا فوتو انشانسر. فوتو انشانسر دي يا شباب معناها لو انت حطيت له اي صوره هيوضح لك جودتها. وعندك هنا يا شباب ميزه السكرين ريكوردر، والسكرين ريكوردر دي يا شباب هي ميزه بتخليك تسجل شاشه فيديو. زي ما انتم شايفين تقدر تسجل عن طريق الزرار ده، تتحكم في الصوت من هنا. وعندك المايك هنا شباب، تختار المايك اللي انت تسجل بيه. لو عندك ويب كام تقدر تسجل الشاشه، لو انت جيمر تسجل ماينكرافت، تسجل اللي انت عايزه، تقدر تعمل ده كله عن طريق السكرين ريكوردر. وطبعا يا شباب البرنامج اللي انا استخدمته النهارده كان هو هيت بو ايدي ميكرو. البرنامج زي ما انتم شفتوا سهل وسلس وبسيط، والبرنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي زي ما انتم شفتوا، بيعمل حاجات كتير جدا جامده جدا جدا بسهوله. فهسيب لكم لينك تحميل البرنامج ده تحت في الديسكربشن وفي اول تعليق، اتمنى كلكم تخشوا تحملوه. وبس هو ده يا شباب كان البرنامج الاسطوري بتاعنا. تنسوا تقروا اول كومنت. ها بس قبل ما انهي الفيديو عايز اقول لكم ان انا اسف لان انا مقصر جدا يعني. بصوا ادي شهر واحد في 3 فيديوهات يعني، او دول اعتبرهم شهرين لان انا بقالي كتير ما نزلتش. في شهرين 3 فيديوهات مثلا، عايزين ننزل شويه هنا. عندكم 3 فيديوهات برضو في شهرين، وعندكم هنا كام؟ ادي 1 2 3 4 5 6 يعني 6 فيديوهات في 3 شهور يعني، مقصر جدا. في ناس بتنزل كل يوم انا عارف، بس لو تلاحظوا انا بقيت امنتج كويس يعني. اعتقد المونتاج فرق عن مثلا الفيديو ده، مثلا فرق جدا عن الفيديو ده في المونتاج. فانا بدات يعني اطور من المونتاج بتاعي، وكمان انا بس محتاج افكار يعني. الفيديو ده تعبت فيه جدا، جاب 2500 مشاهده. هو حلو وكل حاجه، بس يعني عايز افكار بقى جامده يا شباب، وعايز تفاعل برضو اعلى من كده شويه. احنا عندنا 112000 مشترك، وانا صراحه شباب بحبكم جدا. يلا ابلعوا قلوب كلكم، كله يبلع قلوب يا شباب كده، قلوب قلوب للصبح يعني. بص خدوا قلوب كده، انا هفضل اعمل لكم قلوب بقى. يلا سلام، اسيبكم بقى، انا اروح اعمل قلوب ليكم طول الصبح. بس يعني حبيت اقول لكم يعني ان انا اسف، وان انا باذن الله مش هقطع تاني. وبس شباب كده حرفيا اكون قلت لكم تلخيص اسطوري ازاي تمنتج يعني، وحرفيا اديتكم كل اساسيات المونتاج في اقصر وقت ممكن. طبعا انا كنت بحاول اعمل تحدي مع نفسي ان الفيديو ده يكون اقصر فيديو تعليم مونتاج في ماينكرافت. فبس شباب ده كان الفيديو، لو عجبكم اعملوا لايك واشتراك، ولو ايه ما تنساش تفعل زر الجرس كمان يعني، اهم حاجه زر الجرس ده عشان يجيلك اشعار كل الفيديوهات. وبس استنى بقى يا شباب الفيديوهات الجامده اللي هتنزل قريب. وبس سلام.